وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات العالمية المتلاحقة أضافت المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو المنطقة أو العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. أنا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع أيضا الرأي العام، ولقيت إن خلال يعني الأحداث اللي فاتت ديت اللي حدثت، يعني إن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ والأمور ابتدت تقلي أكتر وتخوف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، وبعدين إحنا هنعمل إيه؟ حد قال كده يعني، أو أنا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمة هقولها لكم ما بتتغيرش. مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر، أو اللي موجودة في المنطقة عندنا، أو اللي موجودة في العالم كله. مهما كانت. شوفوا، طول ما إحنا على قلب رجل واحد، محدش يقدر يعمل معانا حاجة. مهم أوي إن إحنا يعني أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد على النقطة دي معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تأثيره علينا، تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة. ربنا هو اللي ربنا، اسمعوا كلامي من فضلكم. أنا عايز أقول لكم كلكم الكلام دوت، طبعًا طبعًا طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. انا بتكلم على ان مهما حصلت من ازمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده، ولا في اي مشكله، ونقدر نعدي اي حاجه. ده موضوع مهم قوي.